بيكم يا أصحابي في حلقة جديدة من قناتنا. النهاردة هنجرب حاجة جميلة. لو خلصنا الحلويات كلها من العالم كله يبقى ما فيش أي حلويات في العالم. No sweets in the world. لا حلويات في العالم. تعالوا نشوف فروجي هيعمل ايه لما تختفي حلوياته. يلا نشوف. حلوياتي جميلة، كورن فليكس، شوكولاتة، بسكوت، كل حاجة هنا جميلة. الله، هبدأ بمين؟ اروح اجيب طبق الاول. دلوقتي تعالوا نشيل الحلويات من عند فروجي. تعال تشوف ردة فعله لما تخلص من العالم. تخلص كل الشوكولاتات حتى من السوبر ماركت. تعالوا نشوف. شوكولاتي فين؟ والكورن فليكس والبسكوت، انا كنت عايزة كلهم، راحوا فين؟ هطلب من السوبر ماركت يمكن يكون عنده زيهم. الو، كنت عايز شوكولاتة وبسكوت وكورن فليكس، او اقول لك ايه الحلويات اللي عندك؟ خلصت كل الحلويات. ياكلها. وتعال نشوف ردة فعله لما ترجع كل حاجاته. ارجعها لكم انا بنفسي المرة دي. تقيلة قوي، ازاي بيشيلها ده؟ اي وقع، معلش هعدله من هنا. لسه الشوكولاتة كمان، وكل ده بيشيلهم ازاي ده؟ يلا، والبسكوت. مش مهم بقى، خلاص يلا نشوف سعادته هتبقى قد ايه وهو مبسوط. يلا نشوف. رجعت لي شوكولاتي ورجعت لي حلوياتي. ايه رأيكم يا اصحابي؟ هتعملوا ايه لو الحلويات اختفت من العالم؟ هتزعلوا ولا هتعملوا ايه؟ يلا، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. وباي.